انا ما امنتش، انا عيطوا لي الصباح ما امنتش باسكو كانوا ديجا واحد اون سيمان ولا في رمضان، قبل ما يكملوا رمضان كانوا قالوا طلبوا في لي باج بلي حازي مات، وانا كبرت باسكو كنت انايا روحت ركبت عليه في مستشفى العسكري، وبدت كنت اون كونتاكت مع مرتب الهاتف كل يوم نتعيطوا باسكو المستشفى العسكري كي عارفه اوامر يطبقوا ماشي كل يوم تقدري تروحي تشوفيه وكل شيء، كاين غير بعض الايام زوج ايام هكا في السيمانه باش تدخلي تشوفي المريض تاعك. رحت عندها هنايا وما بغيتش زعما نكتل، المهم انا كنت اون كونتاكت مع مرتاح كل خطره نهضر معاها وكل شيء. هي ملي دارت لك الفيديو التالي هضرت مع رئيس الجمهوريه السيد عبد العزيز السيد تبول السيد الرئيس، كي هضرت معاه في كانت اللي ولا كان كاين عراقيل شويه مسكينه شويه طولوا عليها باش يدوا للخارج، وزادوا كي داروا قصور الكلام وكيف كانوا يحبسوا تما اللي زدت تعطل بزاف مع هذيك المغاجيك اللي دارها في كنشان، مغاجيك هذيك كانت تعطلت عليه وقلت لي قلت لها القصور الكلاوي كلاوي كي حاسوا هما اللي زادوا اثروا عليه باسكو كانوا واقيلا يديروا لها الدياليز اللي ما نعيطش لها شحال من خطره نعيط لها هي الدياليز فهي هضر قولي شويه كي بعد كي داروا لها لوبيراسيون في بلعباس لا ديرنيغ فوا في لوبيتال تاع بلعباس داروا لها لابين شغل هذيك لوبيراسيون شغل ما نجحتش عاود غيشيتا شويه ومن موراها عاود دخل لوبيتال تاع هنايا في تموشنت في تموشنت قال لها يدخلك تعاود دير انتربوسيون واحده اخرى اون بيتيت اباراي زيدوها لها في الكوتي الكوش تاع لوكور باش تعاونها تسبيسي لها الدم. هذيك الثانيه من تما طلع مصطفى باشا الالجي بقى العيط تاعه قالت لي حازم راه عيان وكل شيء وقالوا لها غادي يدير اوبيراسيون وحده اخرى في مصطفى باشا. هذيك زيد تعاونها وشويه بالبهرسات هي ما عنيناش صحه هي دواء فلامبيلونس تما من تما من عين تموشن دواء فلامبيلونس حتى لمصطفى باشا دار لوبيراسيون. هذيك لوبيراسيون الثانيه هذيك هي اللي دارت لها الانفكسيون لوبيراسيون اللي دارها الثانيه هي اللي دارت لها الانفكسيون ما نجحتش مسكين. انا كنت مع مرتا كونتاكت دائما كانت تحكي لي منا فوالا قاعده نقول لها راهي خاطر تقول لي كلا خاطر تقول لي ماكلاش هضر معاك تقول لي واه هي نقرش خاطر تعاودتني عشيتي مسكين تما في لوبيتال وفي الحق لوبيتال تاع لامي قاموا به ثاني زعما شفت بعينيا قاموا به ما شاء الله هنا يعطيهم الصحه لوبيتال تاع لامي تاع وهران بارك الله وفيهم ثاني قاموا به شفت الطبه بعينيا يغسلوا له في عيني واقفين معاه وكل شيء غالب هو الاجل احنا نقولوا الاجل نقولوا الاجل وكاينه حاجه الانترفونسيون باش يطلعوا للخارج طولت شويه ثاني طولت قدر الله ما شاء فعل نقولوا انا لله وانا اليه راجعون.